طبعا يتم التحقق من الزيت من خلال قياس درجة حموضته ودرجة التزنخ فيه ودرجة البيروكسايد، وهذا بيكون بالنسبة للفحص المخبري. ونتميز نحن في الأردن بفضل الله سبحانه وتعالى بوجود الجمعية الحسية التي فيها متخصصين في عملية التذوق، والمذهل أن هؤلاء يتدربون على عملية التذوق بطريقة تجعلهم يعطون نتائج مقاربة أو أحيانا مطابقة لما يعطيه نتيجة المختبر، فنحصل على فحص حسي تذوقي عالي المستوى وفحص مخبري دقيق جدا يؤكد أن زيت الزيتون الذي نستخدمه هو من أجود أنواع زيت الزيتون في العالم. Do.